بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بوريكم معايا ازاي هنشغل السخان الغاز بدل ما نجيب له حجارة. الحجارة بتاعته طبعا غالية جدا وبتبوظ بسرعة، وساعات تشتريها تلاقي فيها رطوبة وفيها مشاكل، فهنشغلها بأدوبتر. فانت هتروح لأي محل بتاع أجهزة كهربائية او بيبقى عنده قطع غيار بتاعت الأجهزة الكهربائية والكلام ده، وهتجيب من عنده أدوبتر 3 فولت، تمام، ادوبتور 3 فولت، وبتجيب له توصيله زي ده اهي، زي اللي احنا شايفينها جوه ده اهي، تمام، اللي هي بتبقى نتايه، يعتبر نتايه. ده بيبقى ذكر ودي بتبقى نتايه، تمام، دي بتبقى نتايه. بنجيبها وبنحطها جوه العلبه بتاعه الغطاء بتاع الحجاره، تمام، وبنعمل خرم صغير هنا بالمكوه على قد الصبع ما يدخل، تمام، بنعمل خرم صغير. وبعد كده بنحطها ونحط عليها مسدس الشمع، بنحطها عليها شمع بمسدس الشمع، يعني ايه، بنثبتها كويس عشان خاطر ما تحصلش انها تتحرك معانا، عشان ما تقعدش يبقى فيها تحرك كل شوية وتشتغل وتفصل وتشتغل وتفصل. طبعا اديتها شوية شمع وبعد كده زودتها تاني، تمام، لغاية تسيبها بقى لغاية ما تبرد. بعد ما تبرد طبعا هنا هوت انا لحمت السلك هنا بالمكوة، تمام، إيه، هنلحم الاحمر مع الاحمر والاسود مع الاسود. الاحمر بيبقى موجب والاسود بيبقى سالب، تمام. ده السلك اللي هو الاحمر اهو، وده السلك اللي هو اسود اهو، تمام. الاسود هيبقى مع الاسود والاحمر مع الاحمر، تمام. يبقى احنا كده المشكلة بتاعت الحجارة كده خلصنا منها خالص. طبعا ده احنا بنعملها كده اهو عشان تبقى معانا ثابتة. وبعد كده اهو طبعا انا متقلها بس بالقزير دلوقتي عشان تبقى ثابتة، ما اقعدش افضل ماسكها بايدي لغاية ما تبرد، لان الشمع بياخد وقت جامد عقبال ما بيبرد. بعد كده اهو بتقفل البوابة عادي كأنها ما فيش اي حاجة، بتبقى بترجعها يعني لمكانها، البوابة لمكانها، وبيبقى بعد كده السلك ثابت. وبعد كده بتدخل بدا الفيشة ديت، لو لا قدر الله ده جرى له حاجة بعد كده عايز يتغير، بتشيل دي كده اهوت وتجيب ادوبته التاني وتحطه، خلاص يبقى المشكلة كده انت حولت بدل حجارة حولته لادوبتور. الموضوع سهل جدا وبسيط، مش محتاج مشكلة كبيرة ولا محتاج لازم تروح لحد يعملها لك ولا الكلام ده. طالما عندك مكوة خلاص يبقى المشكلة بتبقى ايه، منتهية، تمام. وده شكل العلبة بعد ما اتقفلت، تمام، ده شكل العلبة بعد ما اتقفلت. وممكن زي ما قلنا اهو، تمام، كده بقى شغال، وتحس ان هو اصلا كان قصدي كان جاي كده، ما ايه، ما نقعدش بقى نقطع بقى في السلوك هنا ونلحم جوه والكلام الفارغ ده كله كده اهوت، كأنه هيبقى تقفيل بلاده. ولو حبيت في أي وقت ترجع للحجارة، تمام، بنفتحها، هتشيل السلكتين، هتفك اللحام بتاع السلكتين، وهتشيل دي طبعا بسكينة ولا أي حاجة، هتقوم شايل السوكت ده، خلاص يبقى رجع تاني لأصله تاني، ملعبناش في الجهاز، تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.